ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنجاوب على سؤال جالنا. الام بتقول انا ابني عنده 4 سنين وعنيف جدا معايا ومع اخواته، وحتى لما بنروح النادي ناس كتير جدا بتشتكي ان هو بيضرب وبيتعصب وكده. طيب الحل مع الطفل ده، الاول احنا سألنا الام هو بيتفرج على تلفزيون او بيمسك الموبايل كتير؟ قالت اه، هو تقريبا معظم الوقت لا اما ماسك الموبايل في البيت لا اما بيتفرج على التلفزيون، وبيقوم لما بطفي الموبايل، لما باخد منه الموبايل او اطفي التلفزيون بيقوم يضرب بقى اخواته، يخبط فيا، يزعق، يتنرفز، يتعصب. طيب احنا محتاجين نقول بس ان حاجة بسيطة جدا، ان الحاجات اللي الطفل بيشوفها بيروح مطبقها على طول. في دراسة بتقول ان العنف بيولد عنف. يعني ايه العنف بيولد عنف؟ يعني الطفل اللي طول الوقت بيتفرج على التلفزيون، بيشوف افلام كرتون، او طول الوقت ماسك الموبايل، ده بيخليه ما بيقدرش يفرق بين التمثيل، الحاجة اللي بيشوفها، وبين الواقع. فبالتالي هو عنده طاقة، الطاقة اللي أخدها من مشاهدة الحاجات العنيفة دي كلها هيقوم يطبقها. فبيقوم يطبقها على مين؟ بيقوم يطبقها على إخواته، على ماما، على أصحابه في النادي. تمام؟ طيب إحنا محتاجين نقنن أو نعمل قانون بوقت للموبايل ووقت للتلفزيون. يعني انت هتتفرج على التلفزيون مثلا ساعة في اليوم، الموبايل هيبقى نص ساعة كده. الحاجات دي كلها هتقلل العنف عند الطفل خالص. تمام؟ لان الطفل من 3 ل 10 سنين السن ده ما بيقدرش يفرق بين التمثيل وبين الواقع، فاللي بياخده بيقوم يعمله. الحاجة اللي بيبدأ يتعلمها او يعرفها عن طريق التلفزيون او عن طريق اي شخص بيقوم يبدأ يطبقها. تمام؟ فاحنا لو قللنا التلفزيون والموبايل، العنف بتاع ابن حضرتك هيقل خالص، لان احنا اتفقنا ان العنف بيولد عنف. وكمان بلاش حضرتك تتعاملي مع الطفل بعنف، او ان انا كل شوية اقعد ازعق واقعد اتخانق. تمام؟ ده هيقلل العنف جدا عند الطفل. ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.